اتكلمنا عن مشروع موجود في النزهة، مشروع خاص بشركة أبراج مصر، وقلنا حق الرد للأستاذ علي ربيع لأي حد من الشركة. يومها قعدنا نبحث عنهم وندور عليهم عشان يتكلموا، كان تليفوناتهم مقفولة، ولكن تواصل الأستاذ علي ربيع مع الزملاء وهو معانا عشان كمان له حق الرد، ولو أي حد من اللي دافعين فلوس ما عندناش أي مشكلة. زي ما قلت كده، احنا لسنا مع أي شخص، احنا عايزين الحقيقة فقط ولا شيء غير الحقيقة. مساء الخير أستاذ علي، تحياتي لحضرتك. مساء الخير يا أستاذ أحمد، تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. الحقيقة حيديت حضرتك وحرصك الشديد المعروف عن حضرتك في توضيح الحقيقة ده اللي خلاني مطمن لعمل المداخلة. اتفضل. احنا طلبنا المداخلة بعد عرض تقريركم في حلقة أول امبارح الخاصة بشركة أبراج مصر، واللي كان فيه شوية نقط ومعلومات اللي لابد من توضيحها. اتفضل يا فندم. يعني أولا، رغم تفهمنا وتقديرنا طبعا لموقف بعض السادة العملاء اللي عملوا مداخلة أو كانوا مع حضرتك في التقرير، إن ده ما يدهمش أبدا يعني الحق في اتهام الشركة بتوهم، هم نفسهم عارفين إنها مش صحيحة وبطلة، بل يعني دي بتوصل لحد الابتداء، لأن لا مساهمين الشركة ولا حد من مجلس الإدارة ولا حتى من الإدارة التنفيذية كان لي أي علاقة بما ذكر والخاص بمصادر التمويل. خلينا أشرح لحضرتك كده وبإيجاز على قد ما قبل ما نتكلم، لأن النقطة دي مهمة، ليس لكم علاقة بجماعة الإخوان الإرهابية. طبعا يا فندم، قولا واحدا. انا مش طبعا، انا بسال سؤال واضح، لانه دي كان اتهام من ضمن الاتهامات. حضرتك بتقول لي ايه؟ ليس لكم علاقه اطلاقا. طيب انا بقول لحضرتك مش بس ليس لنا علاقه، لا ولا شركاء معاكم ولا حد، ولا مساهمين شركه ولا حد من مجلس الاداره ولا من الاداره التنفيذيه ولا حد من المحافظ عليهم تبعكم اطلاقا. وخلينا نشرح ولا الفكهاني ولا مش عارف مين بالظبط. هشرح لحضرتك كل النقط اللي اثيرت فيه. اتفضل يا فندم، قول لي يا فندم. اتفضل. اول حاجه، الشركه على مدار 8 سنين سلمت مشروعات ابتداء من مشروع التجمع الخامس وايضا مشروع المقطم، وبالمناسبه المقطم فيه 4 مشروعات، 3 مشروعات سكنيه ومشروع تجاري. تم تسليم مشروعين منهم، والمول هيتسلم كمان شهر ونص شهرين. والمشروع الرابع اللي هو فلورنتا اللي اتسلم وتسكن فيه المرحله الاولى بالكامل، وده اللي كان فيه تاخير في دخول المرأة. بعد كده دخلت الشركه في مشروعين هي بحجم اكبر، وتم بيع نسب لا تتجاوز من 20 ل 25% من الوحدات. كويس. ولما بقول لحضرتك ارقام فانا بتحرى الدقه جدا في الارقام دي. اي فندم. نتيجه لعدم ضخ استثمارات جديده، وحضرتك عارف ان ده بيبقى محور مهم جدا في المشروعات العقاريه. ونتيجه النمو السريع، ولازم نقول الاخطاء بالنواحي الاداريه، وكمان موقف تحرير سعر الصرف خلى فيه فجوه تمويليه. الفجوه التمويليه دي ادت لتعثر مالي وبالتبعيه تاخير في تنفيذ المشروع. وهو ده بيت القصيد. في مشكله؟ اه طبعا في مشكله. ولكن السؤال المهم، ايه التصور بالنسبه لنا لحل المشكله؟ احنا مقرين للدرجه الاولى بمسؤوليتنا في انهاء المشكله، ولفظ التعثر رغم اسويته الا انه يعني من دايما المفاهيم الاقتصاديه المتعارف عليها، عشان كده بيكون الطرح الاهم هو كيفيه اداره الازمه اثناء التعثر. ده اللي خلانا بننفذ النهارده تسويه بتخرج الشركه من بعض المشروعات ودخول مستثمرين تانيين، الحقيقه هم مشهود ليهم بالسمعه الطيبه وبالملاءه الماليه، وده هيساعد على الوفاء بالتزامات الشركه في التسليم وطبعا للعملاء، وايضا ضخ سيوله في مشروع الساحل، وهقول لحضرتك بالتفصيل فيما يخص مشروع الساحل. قبل مشروع الساحل يا فندم، يا فندم قالوا برضو انه حضرتك لميت 3 مليار جنيه راحوا حقيقي. فين؟ يعني خليني اقول لحضرتك ان انا عايز بس اسرد لحضرتك النقط اللي احنا عندنا رد عليها، واوعد حضرتك ان انا هكون مستمع جيد لكل استفسارات. طيب اتفضل يا فندم. وعشان اكون كمان محدد مع حضرتك في موضوع التخارج والوفاء بالتزامات الشركه فيما يخص التسليم، ده هيتم الاعلان عن تفصيله في خلال اسابيع قليله جدا. اي فندم. كويس. انا ما يخص ال 3 مليار اللي حضرتك قلته اللي هو كان موجود في التقرير، الحقيقه ده رقم مبالغ فيه جدا، يعني ما تم تحصيله فعليا من الساده العملاء في هذا المشروع في حدود 320 مليون في شركة أصولها تتعدى 1.5 مليار. الحقيقة ذكر ملكية الأرض. يعني دي نقطة لا ترتقي أبدا لأدنى مستويات المنطق. يعني كله كلام مرسل، وهو يا فندم أي حد معدي في الشارع يقول كلام. أنا عايز أقول لحضرتك أنه تم تقديم كافة مستندات الملكية وتم فحصها بمعرفة المحكمة، ودي بالمناسبة كانت أحد أهم النقط اللي سردت بحكم حيثيات البراءة من المحكمة.